لو سألت ناظر مدرسة المشاغبين انت كنت تلميذ بليد ولا شاطر هتقول لي ايه؟ ما كنتش شاطر قوي. بليد يعني؟ لا مش بليد. ما بتجيبش كحك؟ ايه؟ ما بتجيبش كحك؟ لا لا ما جبتش كحك قبل. هي مرة واحدة جبت كحك. إيه؟ كنت في المدرسة الابتدائي وكنت في سنة تانية ابتدائي وكنا بناخد انجليزي من سنة أولى فأنا جيت في سقطت في الانجليزي في أول دور فعملوا لنا الدور الثاني فسقطت برضو فيه. برافو عليك. وبعدين الاهالي تظلموا الى الوزاره وبتاع وقالوا ان الامتحانات كانت صعبه وان وان يا من زمان برضو حكايه الامتحانات الصعبه دي. ايوه بس لا بس ما كانتش بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي. قول لي كان عندك مدرس كده عامل لك عقده؟ لا 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 خالص. لا ما تعقدتش ابدا في حياتي من العلم. بمناسبه العربي اختك لعبت دور في تعليمك اللغه العربيه. صح. كانت مدرسه لغه عربيه. كانت مدرسه. ايوه الله يرحمها. فاكر لما وقفت قدام طه حسين؟ ايوه. وقلت قصيده واداك كل الكتب بتاعته؟ نعم. بتهيألي من ساعتها حبيت القرايه مش كده؟ تقريبا. لو عندي كتاب عن حسن مصطفى عنوانه يبقى ايه؟ الرجل الطيب. طيبتك خسرتك ولا كسبتك؟ انا اعتقد ان انا كسبت حتى ولو خسرت. حلو الفلسفه دي. كسبت ايه وخسرت ايه؟ كسبت كتير. كسبت التسامح والعطف اللي انا عملته ده بلاقي يكفي انه عند ربنا سبحانه وتعالى وامتن عليا بنعم كثيره جدا من تسامحي ومن طيبتي اللي هي الدين قال لي اعملها. بتحكم على الناس ازاي؟ انا عندي بصيره جيده يعني هناك بصر وبصيره والبصيره عندي واسعه جدا ومتسعه جدا ربنا منعم عليا بها. انا ممكن اقرا اي حد من مجرد لقاء واحد. من لقاء واحد. من لقاء واحد يعني النظرة الأولى عندك من قعدة بتنشن. نعم